انا ما خنتكش، انت كنت مطلقني. تروحي تنامي مع راجل تاني وتجيبي منه عيل بالك 7 سنين من فهمان النوب دي يا بنت الشعر. هقتلك يا فريدة، هقتلك. فريدة، مش عارفة عملت كده ازاي. لما كنت بقرب منها كنت بقرب عشان اساعدها، والله العظيم انا كنت عايزة اساعدها. بس لما وقفت قدامها شفت كل اللي حصل لي السنين اللي فاتت، كنت بضطرب أملي في الخلفة اللي خدها مني الشيطان اللي أنا متجوزاه. والولد اللي هي جابتهولي هو كده مش خسران أي حاجة خالص. هي أذتني وقوته عليا أكتر، كان بيخطط عشان يرميني ويروح لاي. انا بكرههم هما الاثنين، والله العظيم ما كنت عايزه اذيها، والله هو اللي يستاهل يموت. وطبعا دفعتي فلوس للمراكبي عشان يشوفوه. شهيره اتفضلي معايا. محمد.